السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. هذه أكثر من 6 أو 7 سنوات الإخوان والأخوات باش دخلت أنا شخصيا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكنت دائما أقول والناس اللي عندهم علاقة بالقناة ديالي في اليوتيوب وحتى الناس اللي كانوا كيتابعوني في فيسبوك، كنت دائما أقول على أن الجزائر ليست دولة، مجرد كيان مونتاج، يعني تركيب ركبوا النظام ركبته فرنسا من واحد من خدات شويه من المغرب شويه من ذاك الجزائر القديمه اللي كانت لا تتعدى 500 الف كيلومتر مربع اقصى امتدادها، وشي حاجه من تونس ومن الصحراء الكبرى التي لم تكن في يوم من الايام جزءا من الجزائر، ولم تكن الجزائر لا علاقه بالصحراء. هذه التركيبه اللي ركبتها فرنسا للأسف، وأقولها دائما على أن هذه التركيبة لم مالها ما فكروش أو النظام أو ولاد الحركي أو عسكر فرنسا ما قدوش يديروا دولة، قدوش يديروا دولة ولم يستطيعوا أن يصنعوا الدولة، لأن ما كاينش في المشروع ديالهم دولة، هو واحد كيان دار بشكل يخدم مصلحة فرنسا. واي مشروع كيتوضع لخدمه مشروع اخر مع الزمن يتم التخلي عنه. طب ملي كتسالي المكتسبات وكتسالي الاهداف ديال هذا المشروع، لان النظام الحركي او نظام الجزائر هو مشروع دارته فرنسا، وهذا المشروع كان محدد الاهداف. ولا بغيتو تعرفوا رجعوا للخطابات ديال الجنرال شارل دوغول الرئيس الفرنسي في الجمهوريه الخامسه اللي خدا الحكم في 1958، وسمعوا الخطابات ديالو، لان استقلال ما سمي بالجزائر او ذاك الاستقلال المزعوم تخالف في الفتره ديال الحكم الجنرال دوغول شارل دوغول. رجعوا للخطابات ديالو غتفهموا على ان هاد فرنسا صايبات واحد الكيان اللي تستافد منه اقتصاديا وسياسيا وجيوسياسيا. الاقتصاديا هو انهم تيقولوا بان البترول والغاز ديالهم هما اللي اكتشفوا خصهم يستافدوا منه لاطول مده ممكنه، ثم استفاده من الصحراء المغربيه اللي خدات التي اخذت او تيقولوا الجزائريين هذه الموروثه الحدود الموروثه على الاستعمار التي اخذت من المغرب وتم تركيبها مع هذه الجزائر القاره التي يظن سكانها في انها قاره، هي ايضا لاسباب جيوسياسيه وخاصه الجانب الامني والعسكري، هو الدليل ان فرنسا قامت بتجارب نوويه في هذه المنطقه من ما يسمى بين مدوجتين الجزائر التي هي صحراء لا تنتمي الى الجزائر. والادهى والامر هو ان هذه التجارب كانت بتنسيق وبتعاون مع اسرائيل. اذا قلت على ان اللي بغى يعرف على ان الجزائر لم ولن تكون دوله، لانها تم تركيبها وتركيبها بشكل اعوج حتى لا تستمر، لان هناك دول التي تم تركيبها، يعني انها تم دمج او اندماج مجموعه. حتى الولايات المتحده الامريكيه كانت مجرد ولايات ثم استقلت وكونت الولايات المتحده. هناك دوله الامارات العربيه المتحده التي كانت 7 امارات ثم اتحدت وخلقت واحد الاتحاد سياسي واقتصادي وتكاملت وكملت الدوله، وهي الان دوله قوية بالمفهوم الاقتصادي والسياسي والتأثير السياسة الدولية. ولكن لأن إلى حاولنا مثلا نقارنه بين الاندماج الإماراتي والتركيب الجزائري غنلقاو هناك فرق، لأن الاندماج الإماراتي كان اندماجا من نابعا من إرادة الحكام والشعوب سميتها الامارات 7. اما التركيبه في الجزائر فهي تركيبه بفكره جهنميه من الاحتلال الفرنسي، الغرض منها هو ما اسرده الان، يعني ان تستفيد فرنسا من البترول والغاز، ان تستفيد من الارض واستفادت من الارض في التجارب النوويه التي لا زالت اثارها حتى اليوم، ثم الاستفاده منها جيوسياسيا من خلال خلق واحد النوع من العرقله لاي تكامل اقتصادي وسياسي
وإنساني وأمني وعسكري لشمال إفريقيا. إذن الجزائر هي تلك ذلك الخنجر في خاصرة منطقة شمال إفريقيا أو ما يسمى المغرب الكبير، ولو أنني لست مع هذه التسمية، المغرب ومغرب، والأسماء أنا لا أؤمن بها، وسميتها منطقة شمال إفريقيا. إذن عودا على بدء الجزائر، النظام الجزائري هو نظام وظيفي وتركيب أعوج لمنطقة لم تكن في يوم من الأيام متكاملة أو متجانسة أو متواصلة، لم يكن هناك أي تواصل بين، مثلا تاريخيا لم تكن تندوف لها علاقة بالجزائر العاصمة، ولا بوهران ولا بعنابة. مثلا غادي نجيو نحسبوا، إذا درنا مثلا خدينا المسافة، ارجعوا للخريطة الله يرضي عليكم وشوفوا أين توجد تندوف وأين توجد الجزائر العاصمة، بيناتهم أكثر من 1400 كيلومتر، في حين أن تندوف على بعد 300 كيلومتر على أكادير، 280 واقعي ولا 250 على كولميم، حوالي 300 كيلومتر على مراكش، 700 كيلومتر على فاس، وحينما أقول فاس ومراكش فأنا أتحدث تاريخيا على عاصمتين، عاصمتين فاس ومراكش التي كانت في إطار الأسر التي حكمت الدولة المغربية منذ الأدارسة إلى العلويين، كان الانتقال العاصمة إما في فاس أو في مراكش، وهذا موضوع آخر أنتم تعرفونه. إذن إذا درنا العملية الجغرافية نجد على أن تندوف لا علاقة لها لا جغرافيا ولا سياسيا ولا عرقيا ولا إنسانيا ولا ثقافيا ولا حضاريا بالجزائر العاصمة، في حين أن نفس الناس اللي موجودين مثلا في كولمير في ورزازات في أكادير نفس التركيبة البشرية. ثم القرب الجغرافي، سيقول البعض مثلا، يعطونا مثال يقول لك لا مثلا ما علاقة جزر فوكلاند أو جزر المالوين في الأرجنتين بالمملكة المتحدة، أو مثلا غير تقال هذا الكلام، ما علاقة مثلا غويانا الفرنسية اللي هي في المحيط هذه بفرنسا، ما علاقة مثلا سميتها، نعطيو أي مثال، أستراليا المملكة المتحدة، هذا هناك فرق. هذه الدول مثلا فرنسا أو بريطانيا أو إسبانيا هذه كانت دول استعمارية امتدت في فترة الكشوفات الجغرافية وبعدها التمدد الأوروبي والاحتلال الأوروبي إلى أقصى الأرض. المملكة المتحدة كانت تسمى الدولة التي لا تغيب عنها الشمس، أو الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، التي كانت تحكم من نيوزيلندا إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، يعني كانت تحكم هذه الإمبراطورية كلها. إذا وجدنا أن جزر الفوكلون أو جزر المالوين في الأرجنتين التي هي على قرب من الأرجنتين هي تابعة لبريطانيا، أو إذا قلنا مثلا لا غوادالوب في أمريكا اللاتينية تابعة لفرنسا، هذه الدول كانت دول استعمارية. أما الجزائر فلم تكن دولة، لم تكن إمبراطورية، لم تكن دولة كبيرة حتى يصل حكمها إلى تندوف أو إلى بشار. هذا التاريخ. إذا إخوان، على الجزائري وعلى المغرب أن يطرح هذا السؤال، ورجعوا للخريطة. أنا غنختم في سميتو، غادي نرجع، رجعوا كلكم، رجعوا معايا ورجعوا للخريطة، سيروا جوجل وديروا حسبوا الكيلومتراج افول دوازو يعني بشكل مباشر، وتلقوا بأن هناك فرق كبير بين الجزائر العاصمة وتندوف لا علاقة، في حين أن تندوف أقرب إلى قلميم وإلى أكادير وإلى مراكش وإلى فاس وإلى الرباط وإلى الرشيدية وإلى ورزازات، اللي هي مدن مغربية، قرب جغرافي وقرب عرقي وعقائدي وكل شيء، وحتى في العادات. إذن الأراضي الموروثة عن الاستعمار بدعة جاءت بها الجزائر لكي تسرق أرضا ليست لها، وكما قلت هذه الدولة التي تم تركيبها التركيب الأعوج أكيد، ومن الزمن بيننا أكيد أنها ستتفتت، لأن ما بني على باطل فهو باطل. الدول لا تصنع ولا تركب كما تركب الآلات، الدول تصنع بإرادة الشعوب، باتفاق الشعوب، بمشاريع، بأفكار، بتاريخ مشترك، بمجموعة ديال الأمور، تاريخ مشترك ومستقبل مشترك.
سلام عليكم.